ومرت سنوات، كان يدعو فيها نبي الله إبراهيم إلى عبادة الله الواحد، ولكن لم يستجب له إلا نفر قليل. وبعد فترة حدثت جدب في أرض فلسطين، مما اضطر نبي الله إبراهيم للهجرة إلى أرض مصر سعياً وراء الرزق. وفي تلك الفترة كان الملك الهكسوسي سنان بن الأشل يحتل أرض مصر ويحكم أهلها بالظلم والفساد. أين مولاك الملك سنان يا توتكا؟ يتناول طعام الغداء في القاعة الذهبية، وطلب عدم الإزعاج. عندي له هدية ستفتح شهيته على الغداء. جارية جديدة، يكفينا ما لدينا من جواري، لقد زدنا عن الألف جارية. هذه ليست كسائر الجواري، إنها أميرة مصرية أسرتها في معركتنا الأخيرة، اسمها الأميرة هاجر. لماذا ترفعين رأسك إلى السماء يا هاجر؟ لم تعودي مثل ما كنت، أنت الآن جارية في قصر الملك سنان، وأنا هنا رئيسة الجواري. قالت هاجر: أفضل الموت على هذا الهوان. كلهن يقولن ذلك في البداية، ثم يتنافسن على إرضاء الملك. قالت هاجر: اقتلوني الآن، فلن أقبل أن أعيش ذليلة في قصر من احتل أرضي. هل أعجبتك هديتي يا مولاي؟ هدية تستحق عليها قطع رأسك. لماذا يا مولاي؟ تلك الأميرة تحتقرني وتفضل الموت على أن تقترب مني. كلما أذللتها يا مولاي كلما تقربت منك أكثر. لا أريد نصائح يا صخر، لقد يئست من هاجر وسأبقيها هنا كخادمة لا أكثر. والآن أريدك أن تعوضني عن الهدية الخائبة التي أحضرتها لي. كيف؟ لا أفهم. لا تتصنع الغباء، اذهب الآن واختطف لي امرأة تكون آية في الجمال. أمرك يا ملك الهكسوس العظيم. إنهم قطاع طرق، لنحاول أن نختبئ. ما هذا الجمال الصارخ؟ قالت سارة: ابتعد عني. سيفرح الملك سنان بهديات القيمة، ولن يجد في طول البلاد وعرضها أجمل من هذه المرأة. تعالي! قلت لك ابتعد! أيها الجنود، خذوا الأسيرة معكم، لقد أتممنا مهمتنا بنجاح. سامحيني يا سارة، لم أقدر أن أفعل شيئاً من أجلك، فالحياة غالية.